انت متجوز؟ فيقول لا لا بس انا منفصل. بتقول له اه يعني انت ببيت وهي ببيت؟ يقول لا احنا في نفس البيت. بتقول له اه يعني انت في اوضه وهي في اوضه؟ لا على نفس السرير. انا كنت فاكره بتنام على الكنبه. لا بنام على السرير. يعني انت منفصل؟ ايوه منفصل. يا بس متجوز؟ بنام على السرير معاها. لا بيت اخر السرير. 100 كم سنتي؟ 180. بس انا سمعت ان هي حامل في الشهر الثالث. ياه ده من زمان. لا ده الناس بتقول لي ان هي دلوقتي بطنها قدامها. ايوه ده كان موضوع عجيب بس انا نسيته. كانت غلطه. بس انت بتقولي انك منفصل بقالك 5 سنين زي حامل في التالت. ايوه من ساعتها وهي محتفظه بيه. هي حامل في 3 سنين. بحبه بحبه بحبه. قل محمد ما تاخدوش من محمد. يجي بقى الموكوس التاني فجأة واحنا قاعدين اكتشفت انه متجوز. ايه ده؟ متجوز؟ اه طب ايه؟ ما انا مضطرة استحملها عشان الولاد. اصل هي بنت خالتي وحصلت ظروف في العيله فقالوا لي لازم تتجوز بنت خالك فاضطريت اتجوز بنت عمي فاضطرينا نعيش جبنا عيال بس عندي 4 5 عيال منها وانا مستحمل بس عشان العيال. طب انت عايز مني ايه؟ بحبك. ما انت بتقول انك مش هتطلقها. ما هو غصب عني عشان العيال. بس يعني عادي يا مع عيال ابهاتهم وامهاتهم متطلقين. بس عيالي مرضى كلهم. كل العيال عيال. لا حول ولا قوه. طيب يعني نهايه قصه حبنا ايه؟ ان شاء الله نتجوز وهي خليها تربي العيال المرضى. بس انت الحب. طب امتى انت الحب كله؟ بس اديني فرصه عشان البت الاولانيه المرض مش عايز يسيبها. والبت التانية برضو متمسك بيها. والواد التالت المرض مكلبش في جسمه. والواد الرابع الإسهال مش عايز يسيب البطن. وانا هستنى ده كله؟ بطنهم تمسك الأربعة بس. تجيلي فرصة يجي لهم امساك. طب هتمسك امتى؟ يعني اجيب لهم بس اي حاجة تمسك بطنهم عشان الإسهال مبهدل البيت. الإسهال مبهدل البيت. وهي مش هتقدر تشيلهم وتمسح لهم لوحدها. طب انا عايز اقول لكم على